أنا من أهالي جوبر وشايفين بعينكم هالمنظر هذا. النظام ما خلى شيء إلا ما استهدفه، لا خلى جامع، لا خلى كنائس ما موجودة هون، بس كنيسة اليهود كمان دمرة، المدارس اتدمرت. ما في منطقة بجوبر ممكن إنه إنسان يعيش فيها نهائيا. والوضع مثل ما شايفين أنتم، يعني دمار بشكل لا يتصور ولا يمكن انه انسان يتصوره. يعني حضرنا حرب لبنان وما شفنا هالمناظر هاي، والحمد لله رب العالمين انه بعدنا صامدين بهالبلد هاي.